دقائق 53 ثانية وستا من الأجزاء من الثانية، توقيت لأول مرة فقط هنا على هذا الميدان. تتواصل الانطلاقات وينطلق أيضا شوط جديد مع هذه اللحظة، ونعود مباشرة سالم خليفة ليتابع هذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، احييكم اجمل تحيه مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد اشواط مسائي هذا اليوم ويوم الحجاج. الانطلاقه سليمه ورائعه لهذا الشوط، نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصداره، نتابع البدايه كي نعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور في تنافس على مقدمة هذا الشوط. وأرى الياسية، أرى الياسية على الصدارة، عتيج بن محمد بن زيتون المهيري في متابعة وانطلاقة الياسية، بن صغار في المركز الثاني لمحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، وعلى المركز الثالث ننطلق مع الطيارة مشاهدينا متابعينا الكرام شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري ينطلق في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز، وعلى المركز الثالث الشاهينية شعار راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، النقلة التالية على المركز الرابع، وأرى التدخل أيضا من شعار مطر بن حمد رعشيقة العامري اللي يعلن الانطلاق، يعلن التحدي في هذا المساء الجميل والرائع. دور المركز الخامس في هذه اللحظات، وأرى التدخل مشاهدينا متابعينا الكرام من الدانة لمروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري، تنطلق في هذه اللحظات انطلاقة سريعة إلى ثالث المراكز، ولكن نتابع المركز السادس، نتابع هواي المشاهدين متابعينا الكرام لمنصور بن محمد بن سهير الحميري، وعلى المركز السابع أرى التدخلات سريعة وأرى ثمينة في هذه اللحظات لراشد بن علي بن حمد بن مرخان، لراشد بن حمد بن علي بن مرخان الكتبي، تتدخل ايضا وتنطلق الى سابع المراكز. النقله التاليه على المركز الثامن شعار مطر بن حمد بن عميره الشامسي يتدخل الى المركز الثامن، بينما اذا انطلقنا الى تاسع المراكز بأرى القدوم في هذه اللحظات من برمجه شعار صالح بن حمد القمره المري السندباد القطري، متواجد في هذا المهرجان وفي اول يوم من هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. المركز العاشر، نتابع التحديات الجميلة والانطلاق في هذه اللحظات، يا سلام شعار الشامخة أيضا شعار محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للعشر المراكز الأولى، نتابع الصدارة والدانة الدانة 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 على المقدمة، الدانة مع التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. مروان بن فري بن علي بن حمودة الظاهري من يقود الدانة، من يتابع الدانة، ولكن برمجة في ثاني المراكز شعار صالح بن حمد. نتابع المركز الثاني وأرى التحدي من الياسية لعتيج بن محمد بن زيتون المهيري في ثاني المراكز. المركز الثالث أرى التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، والقدوم من قمة لمطر بن حمد بن عميرة الشامسي ذا رابع المراكز، الانطلاق لثمينة لراشد بن حمد بن مرخان الكتبي، وعلى المركز الخامس من الجانب الآخر التدخلات سريعة وشعار محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي. الله يا سلام، التحدي التحدي والإثارة مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات، ولكن أرى الخطورة، أرى الهجوم في هذه اللحظات من الحان مشاهدينا متابعينا الكرام لراشد بن سعيد الرميثي، من تتدخل الى المركز السادس، ولكن نعود مع الصداره، نتابع الدانه، نتابع الدانه، يا سلام الكيلو المتر الاخير مشاهدينا متابعينا الكرام، والدانه على الصداره، الدانه، يا سلام يا سلام يا سلام. نتابع المركز الثاني والياسيه، الياسيه لعتيج بن محمد بن زيتون المهيري، ولكن يا سلام ارصد للتسلل،
يرصد الهجوم في هذه اللحظات من غزلان لمحمد بن علي بن نعيف العامري. منظر جميل، تحدي رائع، إثارة، يا سلام يا سلام يا سلام، والتحديات جميلة. ولكن يا سلام نتابع الصدارة الشاهينية، الشاهينية لسعيد بن طباز العامري اللي انطلقت إلى صدارة هذا الشوط. ولكن الدانة 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 الدانة، يا سلام يا سلام، انطلاق، تحدي، إثارة، سلام، التحديات الأخيرة، الانطلاق الأخير، والدانة الدانة الدانة الدانة، يا سلام، الله الله على هذا الشوط يا سلام. والشاهينية سعيد بن طبازه العامري، الشاهينية يا سلام تنطلق. ولكن ارصد لي ارصد لي التسلل من جبارة لمحمد بن ناصر بالعوض المنهالي، يا سلام، جبارة والدانة والشاهينية، الدانة الدانة الدانة، جبارة الشاهينية والدانة الدانة، يا سلام يا سلام يا سلام، الدانة في اللحظات الأخيرة، الدانة الدانة الدانة، يا سلام، درة الميادين، دانة الميادين، يا سلام، وسلام سلام 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 يا العاصمة، سلام سلام يا أبو ظبي، سلام، تهانينا تهانينا بالبداية لمروان من علي بن خليفة، مروان لفري بن حودة الظاهري المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، تصل فيه لسعيد بن خويدم العامري المركز الثالث، لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي المركز الرابع. كان الدخول جماعي مشاهدينا متابعينا الكرام، من حيلهن لأعضاء خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول الدانة إلى خط النهاية. تهانينا لمروان بن فري بن حمود الظاهري. 5 دقائق 54 ثانية، 8 أجزاء من الثانية توقيت الدانة ولحظات وصولها إلى خط النهاية. اللي وصلت في المركز الثاني تقطع المسافة في 5 دقائق 55 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن خويدم العامري، بينما اللي وصلت في المركز الثالث كانت جبارة لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. 5 دقائق 55 ثانية، 5 أجزاء من الثانية توقيتها الزمني لمسافة 4 كيلومترات.